بكم مشاهدي القناة الأولى ومشاهدي ربع ساعة صحة اللي بنتوقف فيها ونفهم أكتر عن صحتنا والأهم إزاي نحقق الوقاية من الأمراض. فبعض الإصابات مرتبط تكرارها بالرياضيين نتيجة الحركة الفجائية أو الاندفاع أو السرعة أو اللكمة القوية، وأيضا ساعات الأطفال وخبطاتهم العنيفة، الخلاف ما بين اتنين لو حصل بينهم عنف أو ضرب، المهم حوادث مختلفة بتؤدي لكسر عظمة الأنف. خد بالك في حالات ممكن إنقاذها يدويا سريعا وحالات بتستوجب منا التدخل الجراحي. الأنف هو أكتر جزء بارز في الوجه، وبالتالي تفادي الإصابة صعب، يعني بالذات للشخص الرياضي بيمارس رياضة عنيفة، الملاكمة، المصارعة، الكاراتيه، الحاجات دي ممكن طبعا يحصل فيها إصابة. يليها طبعا الحوادث، الطرق، العنف، يعني خبط على الأنف، الحاجات دي كلها ممكن تسبب إصابة بكسر الأنف. إزاي نتعامل مع الموضوع في وقتها على طول؟ طبعا لازم نروح للمستشفى عشان نعرف هل مجرد اللي حصل ده كان مجرد شرخ بسيط يعني، ولا حصل كسر في عظام الأنف. اللي هيعرف الكلام ده الطبيب بالكشف وبالأشعة. لو كان في تورم شديد حوالين الأنسجة اللي حوالين عظام الانف يعني، بناخد علاج لغايه ما التورم ده يروح، وبعدين نرجع نقيم عظام الانف تاني. النقطه المهمه ان احنا نبقى فاهمين انه في اول 10 ايام دول مهمين قوي، لانه لازم عظام الانف تترد في خلال 10 ايام. ساعتها الرد بيبقى سهل وعن طريق استخدام الات بسيطه يعني. لو المشكله عدت اكتر من 10 ايام الكسر بيلتئم تماما، وبيبقى ما نقدرش ان احنا نرده بسهوله، بنبقى محتاجين ان احنا ننتظر فتره طويله ممكن توصل لثلاث او ست شهور، وبعدها نعمل عمليه تجميل عشان خاطر نعيد اصلاح الشكل. طبعا الكسور بتاعت الانف ممكن يصاحبها كسور في الحاجز الانفي او نزيف من الانف او تجمع دموي في الحاجز الانفي. الحاجات دي حاجات تحتاج التدخل الجراحي في وقتها على طول، واللي هيحدد الكلام ده الطبيب لما يكشف على المريض في المستشفى. في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بالطرق الحديثة في التجميل، وخاصة الحقن بالبوتوكس أو الفيلر، وما بقتش قصيرة بس على المرأة، فبعض الرجال وخاصة النجوم ابتدوا يلجأوا أيضا لعيادات التجميل. خلينا النهاردة نفهم الفرق بين البوتوكس والفيلر وأهم المحاذير وفايدتها في تحقيق نضارة البشرة المطلوبة. تعالوا نفهم ونعرف من ضيفنا الأستاذ الدكتور ياسر حلمي، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور، يعني الفرق بين البوتوكس والفيلر والهايفو بينهم ايه؟ الفرق بينهم واهميه كل واحد فيهم لتحقيق النضاره للبشره؟ الفيلر من فيلنج اللي هو ماده امتلاء، يعني لو في مكان في الوجه فيه نوع من الضمور او نقص في المحتوى الكولاجين او الدهون بتاعه او بعض التجاعيد في الوجه، فممكن ملء هذه التجاعيد. البوتوكس الحقيقه هو تقنيه تانية مختلفه عن طريق انه بيضعف العضلات التعبيريه في الوجه، وبالتالي بيزيل التجاعيد اللي بتبقى موجوده في الجبهه او حول العين او في منطقه الوجه يعني بصفه عامه. لكن طبعا في اماكن معينه ما ينفعش تحقن فيها بوتوكس، دي نقطه مهمه. طيب الهايفو هو استخدام الموجات او التقنيات الالترا ساوند، يعني موجات فوق الصوتيه بيسموه الهاي انتنسيتي يعني الترا ساوند، علشان ان هو يعمل تذويب لطبقات او لبعض التجاعيد اللي موجوده تحت الجلد، بحيث انه يسخن الانسجه فيعمل نوع من ازاله التجاعيد. والالفيرا نفس الفكره برضه، هو استخدام الالترا ساوند لازاله التجاعيد بالوجه. يعني يا دكتور تقنيات حديثة كلها وبقت مهمة قوي في الزمن اللي احنا فيه، وناس كتيرة بقت بتلجأ لها، لكن ساعات الإجراءات دي بتبقى مكلفة شوية، فليه ده بيبقى مكلف وليه ساعات بتشمل كذا جلسة؟ ليه بيبقى مكلف؟ لأن اوريدي الفيلر ده بيتعمل ببروسيسنج معين، هو تخليط مادة الهيالورونيك أسيد عن طريق تقنيات معينة، فالتقنيات دي بتبقى مكلفة، وبالتالي بيبقى
اسعار الكميات مكلفه. يعني لو هنتكلم في الفيلر اللي هو اف دي ابروفد او اللي هو واخد مقاييس جوده كويسه ومجاز من منظمه الغذاء والدواء الامريكيه، الميل الواحد بيتجاوز سعره في مصر 2300 ل 2500 حسب نوعه. ده سعر البرايس مانيفاكتشرنج او السعر اللي الشركه بتنتجه يعني. فعلشان كده بيبقى سعره مكلف لانه معمول من تقنيه عاليه جدا. البوتوكس هو نفس الفكره برضو، استخدام ماده اسمها كلينيوم توكسن. الماده دي في الاساس هي ماده سامه طبعا، لكن بتقنيه معينه بيتم استخدام وحدات محسوبه لاضعاف العضلات او التجاعيد في الوجه. الالثيرا والهايفو دي برضو زي ما حضرتك قلت تقنيات جديده وتقنيات عاليه جدا، عشان كده بقى مكلفه. طب ليه بتبقى اكتر من جلسه؟ الفيلر الحقيقه ان الديورابيلتي بتاعته او انه يبقى مينتيند في التيشوز او موجود في الانسجه في خلال 6 شهور بيتم امتصاصه تدريجيا. كذلك التاثير على الموتور اند بليت او النهايات العصبيه العضليه اللي بتشيل التجاعيد عن طريق البوتوكس تاثيرها بيتلاشى تدريجيا حتى 6 اشهر، 6 اشهر برضو بينتهي. جلسات الالترا ساوند سواء بالهايفو او جلسات الالثيرا الاثنين الحقيقه بيتم العمل فيهم زي فكره الموجات الصوتيه، ان يعني يبقى الانسجه بيدي لها نوع من الموجات الصوتيه لتحفيز الكولاجين وتقليل كميه التجاعيد، وبالتالي ده ما بيكونش شيء دائم برضه. حضرتك ذكرت الشيء الدائم هو التدخل الجراحي، وبرضه اذا كانت في تجاعيد شديده في الوجه وده بياخد فتره طويله يعني، يعني ممكن المريض ما يحتاجش اعاده شد لهذه الترهلات بعد 10 سنين يعني. استمر حتى حضرتك 10 سنين. ذكرت يا دكتور ان البوتوكس ماده سامه، فازاي احنا بنستخدمها في التجميل؟ هل هو خطر ولا لا؟ بص، هو بدايه استخدام البوتوكس الحقيقه في كعلاجي هذا السم، استخدامه كعلاج جه الاول استخدمه طبيب عيون في حاله مرضيه في العيون بيبقى فيها تقلص شديد في عضلات العين او الجفن، تلاقي المريض جفونه بتتحرك بسرعه شديده وتوتر شديد جدا، والحقيقه ده كان استخدام الاولي بتاعه. وبعد كده بقى ليه استخدامات كتير جدا في التيبوسات العضليه في التخصصات المختلفه يعني، بيستخدموه دكاتره العظام، بيستخدموه دكاتره المخ والاعصاب، العيون زي ما قلت لحضرتك. التجميل ده هو استخدام جمالي، احنا ساعات بنستخدمه برضو كاستخدام علاجي في علاج التيبوس العضلي. طيب ازاي هو ماده سامه وبنستخدمه؟ الحقيقه ان احنا لو شفنا انسان وزنه 70 كيلو جرام اللي عشان يبقى فيه البوتوكس السام بالنسبه له بنحتاج من 2500 ل 3000 يونت، اللي بيتحقن للمريض لا يتجاوز 100 يونت يعني، في المتوسط بقى 50 ل 70 يونت. فالليثال دوز او الماده اللي ممكن تسبب مشاكل للمريض هي بعيده جدا 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 عن الجرعه العلاجيه. دكتور، من عمر كام بتبتدي او ابتدي يعني ان الجأ للحقن او حقن الفيلرز طبعا او البوتوكس، وايه الحالات اللي حضرتك لما بتجيلك بتقول لها مستحيل يعني مش هعمل لك بوتوكس او فيلرز؟ بصي، هو عمر كام دي علميا هنقول انه طبعا اي تدخل سواء جمالي او علاجي طلب اللي هو بنسميه الكتف انترفينشن او الكتف سيرجري، احنا مش مفيش حاجه ايمرجنسي طوارئ يعني، زي التقرير اللي كان عندك هي واحد من نوع من انواع مكسوره البريفنشن، او انا بمنع ظهور او حاله انا البوتوكس بقلل طبعا. التجاعيد او بحصل على حاله جماليه معينه طبعا بعد سن 18 سنه. كتير جدا البنات يعني احنا لاحظنا في الفتره اللي فاتت كمان في مصر وفي الارب كانتريز كلهم ان البنات بيبقوا في العشرينات والثلاثينات ويبداوا يحطوا فيلر. طب هل ده صح ولا غلط؟ الحقيقه انه لو في انديكيشن دي يعني عندي تجاعيد معينه مثلا او عندي نقص في تغذيه الانسجه بماده الهالورونيك اسيد مفيش مشكله، يمكن ده نوع من المينتيننس يعني او تعويض الانسجه اللي هي ناقصه شويه او محتوى الكولاجين فيها او الهالورونيك اسيد قليل. طيب مين اللي نقول له ما نعملكش خالص؟ لو عندنا درجه عاليه جدا من مش التجاعيد، اللي هو انخفاض في الانسجه يعني، في بعض الحالات بيبقى فيها ضمور شديد في الوجه او ضمور شديد في بعض الانسجه. الحقيقه ان كميه الفيلر زي ما قلت لحضرتك دلوقتي وانت سالتني هي مكلفه، لكن احنا بنحقن بالملي يعني كميه صغيره، لو انا محتاج كميه كبيره
بتجه لاوبشن تاني او علاج اخر، سواء لاستعاضه الضمور ده عن طريق حقن الدهون او عن طريق عمليات جراحيه اخرى لعلاج مثلا ضمور في الوجه. فده بيبقى متاح فقط للتجاعيد القليله وانخفاضات او نقص الهيالورونيك اسيد القليل، لكن ماهوش علاج مثلا عشان ريستور بي فوليوم او ان انا استعيد بيه حجم معين. طب دكتور حضرتك قلت ان الفيلرز يعني بيساعد لو عندنا نقص في الهايلورونيك اسيد، لكن لو انا حقنت فيلرز ممكن ياثر على انتاج او افراز الهايلورونيك اسيد في البشره او في الشفايف؟ لا لو بالعكس بالعكس، لان هو الهيالورونيك اسيد ده يعني منتج طبيعي جدا ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الانسجه، وهي فكره استخدامه جت من هنا ان هو كومباتيبل مع الـ مع الـ مع التيشوز بتاعت الانسجه. لكن هو اللي مش لطيف هو المبالغه في استخدام الفيلر، خاصه في حقن الشفايف، بنلاقي ناس حقن شفايفها بشكل منفر ومش مبالغ فيه. لطيف، او حاقنين وجههم في وحدات جمال الوجه بطريقه غلط، فممكن تلاقيها يعني منظر فيك قوي، مش لطيف خالص. ده ليه؟ لان باد سيلكشن لاماكن الحقن، وباد سيلكشن طبعا للي بيقدم ليها الخدمه، ولازم من نقاش بين المريض او اللي طالبه الخدمه دي والدكتور، علشان تاخد الاوبتيمم اللي يديها تاتش اوف بيوتي بدون ما يبقى حاجه اود او مش لطيفه. دكتور يعني انا بشكرك جدا، عايزه اقول لحضرتك ان الاسئله دي جات لنا من مشاهدين كتير قوي يتفرجوا علينا، فبشكر حضرتك جدا استاذ دكتور ياسر حلمي استاذ جراحه التجميل بكليه الطب جامعه الازهر على المعلومات القيمه والمفيده. استشاره الطبيب وعدم التهاون باي عرض بيظهر من اهم خطوات العلاج. احنا في انتظار اسئلتكم ومشاركتكم على صفحه البرنامج. دمتم بامان وصحه.